بما اننا لسه في رحلتنا في جوه وحدات المظلات المصريه، لسه بندور على روح البطوله والفداء، خلينا بقى هنا في المنطقه والمربع المهم بالنسبه لنا كلنا، المربع اللي نقدر نقول عليه هنا يصنع الرجال. هنا بنستقبل المستجدين في قلب هذه المدرسه، مدرسه المظلات، وهنا بنتعلم القفز، وهنا بنتعلم نسيب حياتنا المدنيه، ونتعلم بمعنى اصح نبقى رجاله بنستحق ان احنا نرتدي بدله الجيش المصري. قبل ما اتكلم انا حابب ان احنا نتكلم واحنا بنسمع صوت الرجاله بتوعنا. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا فندم. اتفضل المعلم. الكلام بقى على هذه الانغام القتاليه، الكلام على هذه الانغام الحماسيه، الكلام على صوت الابطال دول ليه طعم مختلف. كلمني بقى عن مدرسه المظلات يا فندم. انا عايز اول احييك على اللفظ اللي انت قلته ان احنا داخلين مصنع الرجال، لان هو فعلا، لان فعلا ده مصنع الرجال والابطال. احنا بتبدا دوره حياه المقاتل هنا من هو جاي شاب بيدخل على جناح كتيبه التدريب الاساسي، بيقعد 45 يوم يتحول من فرد مدني الى فرد قاتل يرتدي سير عسكري، واخد اساسيات العسكريه. بينهي المرحله ديت ونبدا نخش الى التدريب التخصصي اللي هو خاص بوحدات مظلات. التدريب ده في ثلاث اجناح، بدايه من جناح شؤون القفز اللي بيأهل بفرقه الاجهزه الاساسيه، والتاهيل ده لكل الضباط وضباط الصف والمجندين في القوات المسلحه. ممكن نعرف الناس ايه هي القفزه الاساسيه؟ فرقه الاجهزه الاساسيه ديت دي دورة يعني عنيفة مدتها 3 أسبوع بتنتهي بتنفيذ قفز فعلي من الطائرة. السلسلة بتاعة التدريب بتاع الفرقة دي 3 أسابيع تدريب أرضي وأسبوع قفز فعلي. هنخش وناخد جولة نتفرج على مراحل التدريب الأرضي وبيتم ازاي. في عندي الجناح الثاني، الجناح الثاني جناح التطبيق، وده بيأهل بثلاث فرق فنية، فرقة التطبيق الأساسية، فرقة الاسقاط تقيل، وفرقه قاتل الأفز. ده تدريب تخصصي خاص بوحدات المظلات. تمام. المستوى الراقي في التدريب والاحترافي جناح الأفز الحر، وده بيأهل جناح الأفز الحر اللي هو موجود قدامنا. اللي موجود قدامه هنزوره وهنتفرج على مرحله التدريب فيه. احنا دلوقتي هنبدا نشوف جناح شؤون القفز، وبعد كده نبدا نشوف بقيه اجنحه المدرسه ان شاء الله على طول. اتفضل. لسه في رحلتنا زي ما قلنا لحضراتكم جوه مدرسه المظلات. انا بحب حاجه في الجيش المصري والقوات المسلحه المصريه، الايمان بفكره التدريب. واحده من الشعارات اللي بتلاحق الواحد طول الوقت، الشعار الموجود هناك ده، العرق في التدريب يوفر الدم في المعركه. اعتقد ده واحد من اهم الشعارات اللي بتؤسس عليها قوه هذا الجيش وقوه الرجاله اللي احنا ما بينهم دلوقتي. سياده النقيب هو واحد من المشرفين على التدريب في غرفه القفز الاساسيه، صح كده بالظبط؟ تمام. جناح القفز الاساسي. جناح القفز الاساسي. عاوزين نعرف او نشرح للناس مراحل التدريب بتتم ازاي هنا؟ فرقه القفز الاساسيه بتتم هنا في خلال 4 أسابيع، بيبقى فيهم اسبوعين تدريب ارضي بالاضافه لاسبوع اختبارات، والاسبوع الرابع والنهائي بيتم فيه القفز الفعلي للافراد. في جناح شؤون القفز وتحديدا داخل الهنجر في عندنا مجموعه من اجهزه التدريب والمساعدات اللي بنأهل بيها الفرد ان هو في الاخر يكون فرد قافز قدامنا ومستعد لركوب الطياره وتنفيذ القفز الفعلي. ده جهاز الابواب الهيكليه، بنعود الفرد ازاي ياخد وضع الوقوف على باب الطياره والاستعداد للخروج. معلم اتفضل. تمام. في بعد كده بندخل في مرحله الهبوط، اللي هو الفرد خرج من الطياره والمظله بتاعته بدات سلسله الفتح. مرحله الهبوط دي بنتدرب فيها في بعض اجهزه التدريب الموجوده عليها، زي جهاز السونجات اللي قدامنا دون. ده بيدرب الفرد على الاجراءات او التسلسل المفروض الفرد يتابعه اول ما يخرج من باب من فتح المظله والمراقبه حواليه، واتخاذ وضع الهبوط، اتخاذ جسمه ياخد الوضع السليم للهبوط وهو نازل.
بالاضافه للتدريب على بعض الموانع الارضيه اللي ممكن تقابل الفرد وهو بيوصل للارض، ايا كانت الموانع دي، ممكن تكون اشجار، ممكن تكون اسلاك ضغط او خلافه. ممكن دلوقتي نشوف بقى مثال المعلم برضو، اتفضل. بعد كده في عندنا جهاز اخر اسمه جهاز فك الليات، ممكن نتيجه خروج خاطئ او حاجه زي كده بيحصل ان شرايط المظله بتلف على بعض. بنعلم الفرد هنا ايه الاجراء اللي يتخذه بسرعه ان هو يفك شرايط المظله دي، بحيث ان هي المظله تفتح بسلسله فتح كامله وتكون سرعه هبوطه طبيعيه. تمام، اتفضل معلم. لسه بنشوف مراحل التدريب الاساسيه في جناح شؤون القفز، وهي موجوده قدامي اهي والله اليافطه، لو ممكن تروح لها يا عم طارق. العرق في التدريب يوفر الدم في المعركه، اعتقد هي اساس المكان اللي احنا موجودين فيه. احنا بنوصل لاخطر مرحله في القفز اللي هي مرحله الوصول للارض، مرحله الارتطام بالارض، ان احنا نوصل الفرد سليم في هبوطه للارض وملامسته للارض. في ثلاث اجهزه بنتدرب عليهم، عندنا جهاز المدرجات، وده الفرد بيتدرب فيه ازاي ياخد، ازاي جسمه ياخد وضع السقطه اللي هتوصله للارض بحيث ان هو يخفف صدمته مع الارض. نشوف بقى ينعمل. وضع نزول اللي يحميه وهو نازل بيرتطم بالارض. السقطه اللي بياخدها دي هي اللي بتحمي الارسام بالارض. تمام. التاني عندنا جهاز العجلات، الجهاز دوت بيدرب الفرد او بيطعمه ان هو ما يخافش لما يشوف الارض بتتحرك تحتيه وهو نازل بالمظله بسرعه عاليه، ازاي يقلب جسمه بسرعه ان هو ياخد وضع السقطه بتاعته ويلمس الارض بدون اي مشاكل. تمام، نشوف باين عملي برضو. بعد كده عندنا جهاز السلالم، الجهاز ده بيعتبر جهاز محاكي لسرعة الريح اللي ممكن الفرد يتعرض لها وهو نازل. ممكن سرعة الريح عندي تكون 1 متر على الساعة، 2 متر على الثانية، 5 متر على الثانية. كل ما السرعة دي بتقل كل ما بيكون تحرك الفرد أسرع. مدرجات السلالم دي الدرجة الواحدة بتحاكي 1 متر على الثانية. هنشوف دلوقتي في قوة الدفع بتاعته، سواء من على المدرجة الأولى هتختلف عن الثانية عن الثالثة. اتفضل. كل شخص كان موجود على سلمه معينه ليها علاقه بسرعه الرياح. بالظبط، كل شخص موجود على سلمه مختلفه. طيب. طبعا كل ما بيعلى كل ما طاقه الوضع بتاعت الجسم بتزيد. شكرا. بعد كده المرحله الاخيره بنخش على مرحله الاختبارات. ممكن نشوفها على جهاز المروحه. جهاز المروحه جهاز ارتفاعه 30 قدم. الفرد بيطلع على الجهاز ده
بنحاول نقضي على رهبه الارتفاعات اللي موجوده عند الفرد، ونتاكد فعلا الفرد لما يوقف على باب الطياره مش هيتردد او هيخاف، لان هو خد الرهبه دي قبل كده سواء على جهاز المروحه او جهاز برج 34 ادم اللي موجود بره. ممكن نتفرج على بيان دلوقتي من المعلم. الأجهزة دي هي المستخدمة للتدريب على القفز في كل دول العالم.